لا واعظ أبدا يتذكر موقفه بين يدي الله عز وجل يرتبع عما هو فيه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الآن ما رأيت رواية في هذا المجال، ولكن بعض العلماء يقول من الأدب، يا ليتنا نتأدب بهذا الأدب، يقول عندما تتكلم مع المخاطب ولو كان إنسانا عاديا اجعل نبرتك أقل من نبرته، هذا أدب. لا ترفع صوتك على صوت الغير واغضض من صوتك، الصوت اللين الهادئ اتفاقا حتى في المجادلة والخصوم أوقع في القلب. بمجرد أن يرفع الإنسان صوته تتوتر أعصابه كما يقال، عندئذ يبدأ يفقد السيطرة تدريجيا. وفي نظر الناس اتفاقا، كنا في حديث البارحة مع بعض المؤمنين، يقول عندما تتكلم بأسلوب هادئ مع الغضوب مع إنسان يعلو صوته عليك يحس بالحقارة، اتفاقا أفضل تحقير لمن يغضب عليك أن تخفض من صوتك، وكأنه ليس أمامك من يعتد به. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني أنا ليس عندي مجال الحديث معك، أنت دون مستوى المواجهة، أنا أتكلم مع أقراني، أنت لست بقريني، أنت دون هذا المستوى. طبعا إذا قلت له هذا الكلام يرتفع صوته أكثر. في مقام العمل أفهمه هذا المعنى، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. البعض يستفيد من هذه العبارة كجهر بعضكم لبعض أن هذه حالة غير مطلوبة. أنتم فيما بينكم ترفعون أصواتكم، أنتم أنتم، ولكن أمام رسول الله تأدبوا، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من المعروف أن الحبط هو للشرك، ولكن عدم التأدب بين يدي الله ورسوله هذا يوجب الحبط وأنتم لا تشعرون. إخواني، نحن في حياتنا اليومية قبل أن ننهي الحديث، بعض الناس عنده هفوات أخلاقية عملية، وبعض الناس عنده جرأة على الله ورسوله. هذا الذي يخطئ عمليا عنده هفوات أخلاقية أقرب للرحمة الإلهية من الذي يتحدى الله ورسوله. ممكن، نعم، إنسان يقال له هذا حرام يكابر، أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لا يقول أنا عاصي، يحاول أن يبرر الحرام الذي يرتكبه. هذه حالة خطيرة، تحدي الله ورسوله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. التقوى في القلب، إنسان له صلوات، صيام، حج، عمرة، ذهاب إياب للمشاهد، كل هذه حركات البدن. التقوى في القلب، الذي لا تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر، هذا الإنسان لا تقوى له. ليكن جسمه بحسب الظاهر متقيا، نعم القرآن يقول امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. في آيات كثيرة القرآن يقدم المغفرة على الأجر وعلى الرضوان. حقيقة إخواني، الإنسان إذا لم تشمله الرحمة الإلهية حقيقة هو في خسر. أختم حديثي بمثال يبقى في بالكم إلى الأبد. لو أن إنسان أعطاك شجرات، شجيرات، عشر شجرات،
وقال ازرعه في هذا الطريق، كل قطعة شجرة. الإنسان إذا زرع في كل قطعة شجرة امتثل الأمر ويستحق المكافأة الكبيرة. لو أن هذا الإنسان زرع نعم 5 قطع وترك الباقي، هذا لا ينظر إلى القطع المزروعة، ينظر إلى القطع الخالية. هنا ألا يستحق أن يعاتب؟ يقول أنت عبد عندي وكلفتك أن تزرع القطع 10، زرعت منها 5 وتركت 5، فكيف إذا زرعت 1 وتركت 9؟ أنت مؤاخذ. لا تنظر إلى ما زرعت وانظر إلى ما أهملت. ما هو الدرس؟ نحن حياتنا قطع، قطع أراضي. أنت في هذه الساعة من 7 إلى 8 أنت عبد جيد، زرعت قطعتك بالشجر، ولكن بعد ذلك ماذا؟ لكل قطعة شجره، لكل قطعة وظيفته. من منا يمتثل أوامر ربه في كل قطع حياته؟ لا تنظر إلى ليالي القدر، لا تنظر إلى إحيائك البارحة، لا تتذكر حجتك هذا العام، لا تتذكر زيارتك قبل الشهر. هذه قطع انتهت. الآن ماذا تعمل؟ غدا ماذا ستعمل؟ ما حال القطع المستقبلية؟ ولهذا المؤمن في وجل دائم، لا يعلم هو في أين، لا يعلم رب العالمين أرضي عنه الآن، غدا سيرضى عنه، لا يدري. الماضي انتهى، الآن ماذا أنت؟ لا تعول على ما مضى، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. المهم المؤمن يحتاج إلى استغفار دائم لهذه القطع الخالية لا للقطع المزروعة. اللهم خذ بأيدينا إليك، لا تشغلنا بمن سواك. اللهم لا تخرج أحدا من بيتك هذا إلا وقد غفرت له ذنبه ورفعت له درجته وبصرت له سبيله. إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلاة.